الورقة البصيلة كيخدموا بها البريوات، يخدموا بها بزاف د الحوايج فهمتي، وداك الشيء يكون نقي وزوين مرة في العام، وداك الشهير ديال رمضان كيدوزوه كيمشيو لعمالهم حتى يبقاو فيه الحلويات الأخرى ديال العروسات وداك الشيء. الدراري هذا الشيء هو اللي عطى الله هو هذا. دابا شي نصيب قليل اللي عندهم في هذا الشيء، مع غلا الزيت غلا التقويم غلا الدقيق غلا هذا الشيء اللي كاين عند اخوها، ديك الطريقه ديالها باش يدير كل واحد ما يمكنش. دابا الدراري تعلموا هما كاين كبر منهم خدامين عليه، هو الصغير ولكن الخبره عنده الصنعه. لا الدومين هو الواعر قليل مالي اللي عرفوا ليه على حسب المقادير العجينه والمقادير الخدمات فورنوات وداك الشيء، فيها حركات فيها هادشي اللي كاين معنا زعما كاين، ما كون هي بحال الحلوى الشباكيه ولا الحلوى الاخرى راه اي واحد يديرها، ولكن هاد الورقه البصيله الدراري عندنا هما بزاف من واحد القبيله تعطاو لهاد الدوميل هذا، هما اللي معلمين ليه بزاف. كيتقداو في هاد الشهر ديال رمضان من شعبان قول رمضان كيتقداوها الناس مزيان، كيجيو يقديوها وكيديوها وكيعاودوا يرجعوا تيعاودوا ثاني ياخذوها، علاش تيلقاو داكشي الكاليتي المليح وداكشي مزيان. وكاين الدوموند كيمشي دابا كيديوها الدوموند كيجيو لها الناس كيديوها. لا هي ما تباتش، هي لا باتت تخسر، هي في الوقت فاش كتخدمها من الصباح حتى للعشيه كتخدمها وما كتقبلش السخونيه تديها وتحطها باقي سخونه هكاك تسرحها، لا هي ما باتت كنلوحوها حنايا كنطرفوها كنحيدوها، علاش هي كتبقى مزيانه لا باقيه سخونه وباقيه جديده. هذا الشيء هو اللي عطى الله فيها، ما هي فيها الخدمه بزاف.